بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال. ما زال الأهلي في المونديال مستمر، وما زالت مش عارف أقول زعل ومش عارف أقول أفراح. إحنا الحقيقة بنبقى مبسوطين دائما ما بنشوف النادي الأهلي، ولكن النتيجة طبعا ساعات بتزعلنا وساعات بتبقى دايما أو في أغلب الوقت بتخلينا مبسوطين. إيه اللي حصل امبارح؟ زعلانين ولا مبسوطين؟ اللعيبة عملت اللي عليها ولا لأ؟ المدير الفني عمل اللي عليه ولا لأ؟ كلام كتير جدا جدا هنتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة، وكلام كله فني وبالطريقة الفنية اللي بنتكلم بيها مع حضراتكم دائما بدون أي تحيز لأي جهة من الجهات اللي احنا يعني سواء اللاعبين أو المدير الفني أو حتى الجمهور. الحقيقة اللي أنا شايفه واقف وقفة رائعة جدا 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 مع اللاعبين ومع الجهاز الفني. خلينا الأول قبل ما نتكلم في هذه الامور نروح لكابتننا الكبير كابتن هاني رمزي. مساء الفل عليك يا اسلام، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. زي ما قال اسلام، يعني ما فيش شك ان احنا اكيد زعلانين على النتيجه، ولكن ما زلنا فخورين بلاعبتنا، ما زلنا فخورين باسم النادي الاهلي والجهاز الفني وكل ما يخص النادي الاهلي الحقيقه، لان طبيعي جدا جدا في كره القدم. ويعني انا يعني معلش مع عذر كلمه انا والكابتن اسلام كمان، مرينا احنا لعيبه كوره وعارفين ما يصار. يمكن ضجه كبيره جدا بعد نهايه المباراه والخساره 2-0، لكن الحقيقه جماهير النادي الاهلي الحقيقيه، جماهير النادي الاهلي العظيمه، مقدره قد ايه المجهود اللي اتعمل وقد ايه الجهد اللي اتبذل للوصول لحلمنا كلنا. قبل ما يكون حلمنا كان حلم اللعيبه الوصول للمباراه النهائيه. ما فيش شك نسخة، أنا في وجهة نظري نسخة مميزة جدا للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، مباراة ولا أروع أمام نادي الاتحاد بنجوم الكبار الشوط الأول، ولا أروع أمام بطل كوب أمريكا البرازيلي. فالحقيقة كلنا فخورين وكلنا عندنا ثقة وما زال عندنا ثقة. الكلام مش هيتغير من 48 ساعة، من أحسن فرقة في العالم وأحسن مدرب في العالم دلوقتي بعض الناس التي لا تنتمي للنادي الأهلي بتقول لا يعني اللعيبه ديت ما تنفعش، وكهربا ما ينفعش، وبيرسي تاو بيعمل ايه، وكولر لازم، كل الكلام دوت والدوشه كابتن اسلام يمكن احنا نوهنا عليها من خلال الاهلي في المونديال، وقلنا مش ده التقييم الحقيقي، وكان لينا جزئيه كبيره واتكلمنا فيها. ما ينفعش ابدا واحنا بنتكلم بلسان العقل والمنطق مش صحيح. بلسان الاهلاويه ان انت تحكم على مدرب في مباراه نادي الاتحاد احسن مدرب في العالم ولعيبه على مستوى كبير جدا ومستوى عالي، بعديها ب 48 ساعة عدم توفيق شوية، في أخطاء في أخطاء، ولكن زي ما بقول لك التقييم الموضوعي لازم يكون. النادي الأهلي مشرفنا، النادي الأهلي مشرفنا، النادي الأهلي أفضل نادي على مستوى أفريقيا، النادي الأهلي أفضل، النادي الأهلي نادي عالمي، النادي الأهلي نادي عالمي، سيظل هذا موجود طالما إحنا موجودين وسبورت وللنادي الأهلي في أي وقت من الأوقات. إحنا دايما حبنا للنادي الأهلي مهما كانت النتيجة، هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع، وده اللي هيحصل الفترة اللي جاية أو من خلال هذا البرنامج. ودايما أنا شخصيا بستفيد من وجود الكابتن هاني رمزي. حضراتكم بتشوفوا كابتن هاني، بتشوفوا بقية الناس وهي بتتكلم عن النادي الأهلي وسعادتهم وحبهم للنادي الأهلي. يا جماعة اللي النادي الأهلي ده بيعمله فرحة كبيرة جدا. الصحف العالمية هنجيب لحضراتكم بعد شوية، الصحف العالمية كلها بتتكلم عن النادي، مش يعني مش كلها طبعا، ولكن كثير من الصحف العالمية المهتمة بالرياضة والمهتمة بكأس العالم للأندية بتتكلم على مستوى النادي الأهلي. ما كناش نتوقع ان احنا نشوف في افريقيا مارد كبير بهذا الشكل. مش بقول الكلام ده علشان ابرر شيء، الهزيمة احنا امبارح كنا عمالين نضرب في مسكت التليفون رميته، وكنا قاعدين انا وكابتن هاني وإيهاب وسراج والدنيا كلنا قاعدين كله بيرمي في بعضه وعمالين نخبط في بعضه ونزعق للعيبه ونعمل الكلام الطبيعي طبيعي أهلوية. كم اهلاويه وكل كل جماهير النادي الاهلي كان طبعا على اعصابنا، وكنا يعني الامل كان موجود حتى في الشوط الثاني كان مازال الامل موجود، ولكن في النهايه النادي الاهلي مشرفنا جدا جدا جدا، عامل نسخه رائعه صحيح. الحقيقه واسباب الخساره هنتكلم فيها في بعض الاخطاء في بعض الاخطاء، بس معلش يا كابتن قبل ده اللي نبني عليه طبعا اللي جاي مفيش شك عشان بس ما ودايما بنتكلم يوم ما بتكسب ويبقى الفرحه كبيره جدا جدا، تاني يوم بنقول ايه احنا قفلنا الصفحه بنبدا نستعد. نفس الكلام مع الهزيمه، بتبقى مره شويه وتزعل شويه، لكن الحياه بتستمر والنادي الاهلي مستمر. والنادي الاهلي هنتكلم بالمنطق وبالموضوعيه، النادي الاهلي الحقيقه بيقدم مباريات رائعه، في بعض الاخطاء لو كره كهربا جت جون هتفرق، ضربه الجزاء والحكم هيفرق، بيرسي تاو هتفرق،
فالامور ديت التفاصيل الصغيره الحقيقه ما كناش موفقين فيها وما كانش في توفيق، لكن اجماليا لا احنا عندنا نادي عظيم وعندنا فرقه عظيمه وعندنا مدير فني عظيم، وده اللي ده اللي هنبني عليه ان شاء الله الفتره اللي جايه. هاخد من كلام حضرتك لما حدث من بعد المباراه، ان انت قلت ان في مجموعه وهو ده اللي احنا كنا بنحذر منه. لو حضراتكم اتفرجتوا على الاهلي في المونديال قبل المباراه بيوم بالليل كابتن هاني وانا كنا بنتكلم في هذا الامر تحديدا، يا جماعه خلي بالكم من المندسين الغير الاهلاويه، بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما بياخدك في سكه ايه، فريق منهار، فريق منهار، يا نهار اسود عليا يعني منهار ازاي؟ منهار عشان ما رحناش نهائي كاس العالم للانديه اللي هو يمكن معلش مع احترامي يعني يمكن الفريق اللي هو بيشجعه او ينتمي ليه او بيرمي عليه يعني يتمنى ان هو يعدي قدام كاس العالم للانديه، مع احترامي انا بتكلم اسف في اللغه، لكن يعني بتتكلم على نادي 9 مرات في كاس العالم، 4 مرات في النهائي في النصف النهائي، الامال والطموحات انه مش يروح كاس العالم للانديه، لا ده ياخد كاس العالم للانديه، فالحقيقه الطموحات الكبيره جدا، وهو ده النادي الاهلي. وما زلت عند رايي جماهير النادي الاهلي عارفه بالظبط كل ما يدار حوالين الفرقه وكل الناس اللي بتتكلم بلغه صحيح. غير منطقيه، هو معروف الغرض منها ايه الحقيقه يعني. وبرده احنا قبل ما نكمل كلامنا، مانشستر سيتي بيهزم اوراوا ريد دايموندز الياباني بثلاثيه نظيفه ويضرب موعدا مع فلومينينزي البرازيلي في نهائي المونديال. متوقع طبعا، وانا كنت هستشهد بمباراه مانشستر سيتي واوراوا، لانه اثناء وانت قاعد بتتفرج على المباراه شفت كم الاخطاء مانشستر سيتي. اه طبعا واحد من افضل كسب طبعا النتيجه، المفروض الجمهور المانشستراوي مبسوط بيها وسعيد بيها وكل حاجه، ولكن على الجانب الاخر واحنا قاعدين بنتفرج كلاعيبه كره يعني، فانت شايف ان في اخطاء واضحه يعني. الفريق الياباني لو تقيل سنه كان عمل مشاكل كبيره جدا. انت خلي بالك الجون اللي يعني كان خلاص الشوط الاولاني هيخلص 0-0 بالظبط، وكل الناس تتوقع مثلا قبل المباراه تقول لك يعني اول ربع ساعه 2-0 3-0 بالظبط، فخلاص منطق كره القدم اتغير بشكل كبير جدا. مفيش فريق في العالم تضمن انه هينزل يكسب كل المباريات، احنا كجماهير النادي الاهلي بنتمنى ده لفرقتنا مفيش شك، لكن في اسباب كتيره جدا، وده بره الاعذار وده بره ان احنا بنشوف او بنعلق شماعات، لا في اخطاء هنتكلم عليها، في بعض الاخطاء هنتكلم عليها، لكن في المجمل يعني تحيه كبيره جدا جدا الحقيقه للاعبين والجهاز الفني. وانا مع الكابتن هاني في هذا الامر، وانا بالعكس انا عايز احييهم لعيب لعيب، واول ما هيرجعوا هنقعد معاهم ونشكرهم على هذا الاداء الرائع، هنقعد مع مارسيل كولر ونشكره على هذا الاداء الرائع. قد تكون هناك اختلافات في وجهات النظر ما بين انا ما كنتش عايز العب اكرم، كنت مش انا يعني هو عايز يلعب اكرم توفيق، و معظم او كثير من جمهور الاهلي مش عايز يلعب اكرم، وعايز مش عشان اكرم وحش ولكن لانه عايز يلعب ديانج اللي هو ولكن في النهايه ايضا طب لو نظرت في المباراه السابقه ما هو عمل البطيخه اللي هي ايه؟ ساعة ما اللي هو احمد حسن كوك هو مش يعني اللي هو احنا دايما نقول ايه، انت بتشتري البطيخه وما بتعرفش ايه اللي جواها، لكن هو المدرب الوحيد اللي بيبقى عارف جوه يعني جوه الماتش ايه، او هو ليه لاعب احمد حسن كوك، وده اللي اتسال لما لعب لما لعب احمد حسن كوك يا كابتن هاني، ما دي النقطه بس مهمه جدا، لما لعب احمد حسن كوكا مصر كلها والعالم والدنيا طلعوا قالوا ايه؟ عبقري، سلام على العبقريه سلام عليك يا كولر يا عبقري يا رائع يا جامد يا مش عارف ايه، صح؟ صحيح. طيب ما اكرم يعني ايه؟ واكرم عمل مباراه جيده في اطار المطلوب منه جيده، فبالتالي ايه اللي حصل يا جماعه؟ معلش يعني الراجل فكره في دماغه عايز يعملها بيحاول يطبقها، قد تصيب وقد تخطئ. ده في عالم التدريب وارد في كل الانديه على مستوى كل المدربين العالم، انت اما بتعمل تغيير في الخطه او بتعمل تغيير في الافراد انت ليك رؤيه معينه، الرؤيه دي قد تصيب وقد تخيب، ده صحيح. مليون في الميه مش كل مره هتصيب، ولكن الاجمالي انا بتكلم على المحصله العامه، لا يعني عاملين مباريات رائعه، عاملين يعني هو الشوط الثاني بس اللي كان فيه شويه ديفوهات، مش خلي بالك يا اسلام اتحسبت ضربه جزاء كل الكلام ده هيتغير، بيرسي تاو جاب جول كل الكلام ده هيتغير، كهربا جاب جول كل الكلام ده هيتغير، حتى على الشكل على الشكل التكتيكي والروعه في التكتيكي. فخلينا بس واقعيين شويه، وده ما بقولش تاني يعني ده في اعذار، لا في عندنا اخطاء، طبيعي جدا طبيعي جدا يكون عندك اخطاء، على مستوى كل الانديه في العالم عندها بعض الاخطاء، ازاي نصلح ده هو ده اللي جاي. ايوه، وازاي ناخد التالت ده كمان، انا اسف جدا، ده خلاص يعني احنا بالنسبه لنا التالت دوت يعني، واللعيبه بتتكلم والجهاز الفني بيتكلم، زي ما قفلنا الصفحه بعد ماتش الاتحاد احنا قفلنا كمان الصفحه ديت، ومركزين ان شاء الله ان احنا ناخد البرونزيه،
ونكتب تاريخ تاني للنادي الاهلي الحقيقه. بالظبط هو ده المطلوب يعني، خلينا هو ده المطلوب. الله ينور عليك يا كابتن. عشان كده انا تحيه كبيره جدا جدا لجمهور النادي الاهلي. امبارح توقعت ان يكون هناك بعض النقد لبعض اللاعبين والنقد لبعض لاداء الجهاز الفني، ولكن ما فوجئتش، ولكن لانه انا عارف جمهور النادي الاهلي كويس، لقيت ان جمهور الاهلي مسانده كبيره جدا جدا لكل اللاعبين او لمعظم اللاعبين او لكل اللاعبين وللجهاز الفني يا كابتن هاني، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كلها على تويتر وعلى او على اكس وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام. الناس بتساند فرقتها، جمهور النادي الاهلي بيساند فرقته. ولكن انا ببقى عارف كده في بعض التعليقات لما بتتكتب كلنا بناخد بالنا يعني ان هو ده مش اهلاوي، مش اهلاوي، ده انا غرض بغرض تشكيك يا جماعه، والله ابدا. ولكن انا عارف ان ده مش بيشجع الاهلي، ده بيشجع نادي تاني خالص. انا عارف التعليق ده ما يطلعش من وناس بتحط السم في العسل شويه، وناس أيوة. بتبقى عندها خلي بالك. وهنا احنا ما بنتكلمش على جمهور الاهلي بس، عشان نبقى واضحين. انا انا عارف ان انا واحد من جماهير النادي الاهلي، ودايما بحس احاسيس جماهير النادي الاهلي. زعلت واتضايقت جدا، زعلت واتضايقت جدا، ولكن في نفس الوقت مش اللي هو الفرقه دي وحشه والفرقه دي ما ينفعش. لا زعلان وانت فخور، وعندي وما زال عندي ثقه كبيره في لعيبتي، وما زال عندي ثقه في مدير فني. انا في اعتقادي الشخصي ان هو مدير فني مشروع للنادي الاهلي، لانه ما يقدمه كولر الحقيقه مع النادي الاهلي في هذه الظروف. النادي الاهلي يمكن كنت بتفرج على الكابتن اسامه حسني كان مع الاستاذ علاء عزت، الحقيقه اتكلم كلام منطقي جدا ان النادي الاهلي لعب او لعيبه النادي الاهلي لعبت 26 مباراه، 26 مباراه خلال 3 شهور. انت بتتكلم لو يعني 20 مباراه مع النادي الاهلي في بطولات كثيره جدا، 6 مباريات مع المنتخب وما بينهم سفر كبير جدا، تقريبا كل 3 ايام بيلعبوا مباراه، ومباراه يعني 3 شهور بتلعب 26 مباراه لعيبه النادي الاهلي. صحيح في بطوله الدوري والكاس وافريقيا، وتسافر دوري. جنوب افريقيا، وتروح تروح السعوديه، وبعدين تروح الامارات، وبعدين ترجع على مصر. كل دوت في الثلاث ايام، كل 3 ايام مباراه. انا في اعتقادي الشخصي ده كتير جدا 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 على المجهود البدني.